من فضلك نريد رؤية السراب. لكن السراب أمر نادر جدا. نادر جدا لماذا؟ أيها الغشاش نريد نقودنا ثانية. أوه انظروا هناك السكان المحليون ربما يطلعوننا على مكان السراب. انتظروني هنا سأذهب إليهم. لو سمحت أيها الشاب هل أخبرتنا أين نجد السراب؟ أقول السراب. السراب. لا أقصد حسناً. نعم لدينا سراب هنا. ممتاز. متى نستطيع رؤيته؟ حسناً تعال إلى هنا غداً الساعة الرابعة. يبدو بأنه عقد صفقة مع بانشو. سأراقبهم إذن. بانشو إنك تقضي معظم أوقاتك بلا عمل وعندما تجد عملاً تسبب الكثير من الفوضى. حسناً إننا نصنع سراباً أليس كذلك؟ نعم إنه سراب. سراب فقد صوابه مسكين غريب فعلاً. ألو مرحباً عمتي اكتشفت الآن بأن ابني فقد صوابه. يقول سيصنع سراباً لكني لا أفهم ما يدور في رأسه. حسناً إنها جيدة. هل تعتقد بأننا سننجح؟ ما إن بانشو السياح يصدقون أي شيء. نعم إنك على حق لا يبدون أذكياء. حسنا سأذهب الآن أراكم عند الأشجار. هيا بنا فيكم. هكذا أتى الدليل. ممتاز هيا إلى السراب. سيداتي وسادتي اتبعوني. سأقودكم في جولة قصيرة في قريتنا فأهلا وسهلا بكم. تشاهدون على يساركم قصر الفارس بانشو. إنه حقا أمر رائع وأمر نادر أيضا. نحن الآن في أحد شوارع القرية المشهورة. إن التحايل على السياح أمرا مسلا. هل تعتقد سيكشفوننا؟ كشفتكم. حسنا فيكو ها هي الأشجار الكبيرة لنستعد. سيصلون في أي لحظة الآن. ها قد وصلنا إلى القمة المشهورة. بإمكانكم الاستمتاع بالمناظر الجميلة هنا. ولكن أين السراب؟ حسنا سيداتي وسادتي بإمكانكم الآن الاستمتاع برؤية السراب. ولكن إياكم أن تقتربوا منه فسوف يطير. إذا ما اقتربتم منه فإنه يختفي في الحال ولن ترونه ثانية. لذا أرجوكم تقيدوا بالتعليمات. شكرا لكم. هيا بيكو. أشعر بأنني سخيف. ولكن رأيت ذلك من قبل. إنه برج بيزا. أعزائنا سراب آخر. برج إيفل. سأقوم بالتقاط بعض الصور. يا سلام يا ظالم في الصحراء. جميل. سيدتي وسادتي بما أن العرض قد انتهى ادفعوا لنا. الأمر خدعة مجرد صور. خدعة. إلى الشرطة. هيا سددفع ثمن ذلك أيها المخادع. هيا إلى الشرطة. هيا تقدم. يا للخسارة لقد أصبحت خطتنا كالسراب. للأسف لم أتوقع أن يكتشفونا بهذه السهولة لكن الدليل هو الذي فضحنا. أنت بانشو متى تكف عن أعمالك الجنونية؟ أيها المشاكس الأهوى ستفقد أنا الفواشي. تبدو كذلك في بعض الأحيان.